متتبعي قناة الفاسبريس، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كازا سيتي. غادي نرجعوا للمشكل ديال القضية اللي مطروحة الآن في مقاطعة سيدي مليوط والمتعلقة بطلب مجموعة من المنتخبين عقد دورة استثنائية، لكن هذه المرة غادي نشوفوا واحد وجهة نظر أخرى وتتعلق بوجهة نظر تاع نائب رئيسة مقاطعة سيدي مليوط السي جواد الرسام حول يعني القراءة ديالو في هذا الطلب تاع الدورة الاستثنائية، وحول يعني كيفاش يشوف مدينة الدار البيضاء والتحالف الثلاثي الذي يسير هذه المدينه سي جواد مرحبا بك. شكرا على الاستضافه. سي جواد، مجموعه من المنتخبين تاع مقاطعه سيدي مليوط سبق ان اكدوا انهم تقدموا بطلب عقد الدورة استثنائية، ولكن الرئيسة لم تتفاعل مع الطلب هذا. بالنسبه لكم انتم، واش تنخرطوا ضمن هذ المنتخبين ولا عندكم موقف اخر من هذا الطلب تاع عقد الدورة الاستثنائية؟ هو في الحقيقه خصنا نستحضروا السياق العام فاش جات هذه المطالبه عقد الدورة الاستثنائية. كانت واحد الظروف معينة وبعض الإخوان اللي طرحوا بعض النقاط الإدراجة، وهي نقاط ربما كانت عادية، لكن لاحظنا بأن كاين شي نقاط اللي كانت ما كانش في المحل ديالها. وأنا كنت من الناس اللي وقعت على بحسن نية على الدورة الاستثنائية، خصوصا أن فيها من النقاط اللي فيها وهو برنامج ديال 2023، وما علينا الا اننا نديرو الجانب هذا. ولكن ارتئينا من بعد بان الامور ماشي هي بالشكل اللي كنا احنا متفقين عليه، شيء اللي جعلني انا شخصيا كنتراجع. كيف ما سينيت درت وثيقه وتراجعت على البعض يقول بانكم تعرضتوا شي ضغوطات، داكشي علاش ابدا ما كاينش ضغوطات. اللي كاين هو اننا استشرنا مع بعضياتنا، لان المكان اللي وقعنا فيه حنايا كنا في واحد الوفاه ديال واحد الصديق ديالنا، وجات بهذه الظرفيه سريعه اللي خلاتنا اننا نوقعوا. شحال واحد سحب التوقيع ديالو؟ على حسب العلم ديالي غتكون شي 10 سحبوا الترشيح ديال التوقيعات ديالهم، 10 ديال الاخوان، فيهم اخوان اللي في المكتب، وفيهم كبار رؤساء اللجان، وفيهم اخوان اللي هما في المختلف ديال التلاوين السياسيه. ما تشوفوش بانكم كان الافضل انكم تدعموا هذه الخطوه تاع الدور الاستثنائيه على الاقل باش حل حاله الوضع داخل هذه المقاطعه هذه؟ كنا كنقولوا بان كان من الباب اولى ان عوض ما نديروا كاع الدوره الاستثنائيه، ان كان باب اولى اننا نديروا جلسه عاديه بيناتنا، وهاد الامور اللي في هاد المطالب يمكن انها تحل، خصوصا ان المكتب ديالنا تعرف واحد شويه ديال المالونطوندو. ولا جينا نشوفوا الاسباب غنلقاو الاسباب واهيه. الاعتبار الاول هو ان قله ديال التجربه ديال معظم ديال الاخوان، وبالتالي باقي شحال واحد ما عارفش الدور اللي ليه ولا عليه، لدرجه ان ما بعض الاخوان ما خلاوش المكتب يقوم بالمهام ديالو، ما خلاش المكتب او النواب انهم ياخذوا تفويضات ديالهم، لان في الاونه الاولى وكيف ما انا كنت درت لكم في لقاء من اللقاءات السابقه انه لعبوا ادوار كبيره باش الرئيسه ما تحاول ما تعطيش تفويضات، وانها هي النظام مقطع ونظام رئاسي وصول هذه الفكره هذه. ومن بعد بان اكتشفت بان هذه المساله هذه ما يمكنش تكون، والعمل ما هو الا عمل جماعي، داروا تفويضات، فالشيء ما راقهمش، بداو تيخرجوا مجموعه من الامور، مجموعه من المسائل اللي ما كايناش في الواقع وكيدعوا ليها في المنابر. البعض يقول بان هادشي اللي توقع في سيدي مليوط هو يعني هو مشابه لما يوقع في مجموعه من المقاطعات الاخرى. علاش؟ لان ما كاينش تجربه عدد الناس اللي تيسيروا، خاصه على مستوى التحالف الثلاثي اللي مكون من الاسرى والمعاصرات الاحرار وحزب الاستقلال. واش تتفق مع هذا التوجه؟ انا متفق معك على التوجه. كان باب اولى تنسيقات الاحزاب، هي حره تنسق كيف ما بغات، نسقات على مستوى الحكومه وعلى مستوى البرلمان بحقهم، ولكن كان الراي ديالي اللي تنقول انا الشأن المحلي عنده خصوصيات، وعنده خصوصيات اولا وهو الدربيه، لان كنلقاو بعضياتنا حنايا الناس ديال الدرب ولو باختلاف الالوان ديالنا كيمكن لنا نتعاملوا لمصلحه ديال ايضا التحالف. ما كانش خاصو يكون تحالفات ديال كل منطقه على حساب العناصر طالفه. بالتالي كنشوفوا الان واحد الخلل كبير على مستوى مدينه الدار البيضاء، سواء من جسم المدينه والعكس ذلك على مستوى المقاطعات، بان ما كاينش حاجه اسمها تحالف. التحالف غير كيبان في لحظه منين تيبغيو تزيدوا ولا كيفرضوا على الناس ديالهم انهم خاصكم تضبطوا التحالفات، وما في الواقع ليس هناك تحالف. اكبر دليل هو الصراع اللي كاين الان في مجلس المدينه وفي بعض المقاطعات اللي هو بين من غير الاحزاب ديال التحالف. اذا
كان باب اولى ان الشان المحلي يخليوه للاحزاب محليا انهم يدبروا امور ديالهم. يعني من خلال هذا الشيء تيبان بانك ما راضيش على المستوى السير مدينه الدار البيضاء حاليا في خلال هذه السنه هذه. والسير ديال مدينه الدار البيضاء بقى واقفه، الدار البيضاء ما فيها شي حاجه اللي كتبان باننا انطلقنا، باقي واقف. واكبر دليل على المساله ديال هذا الركود هذا وهو الواقعه الاخيره ديال ان الوالي رجع لهم الحساب ديال الميزانيه اللي خلل، وهذا الخلل هذا تقنيا ما كانش انه الخبراء اللي عندنا حنايا في مجلس المدينه والموظفين وهذا ما كانش انهم وقعوا في هذا الخطا هذا، وهذا راجع علاش للتعيينات الاخيره اللي داروا هاد الاحزاب هادو ولا المسؤولين ولا المسيرين، داروا تعيينات ديال المسؤولين اللي ما جاوش في المستوى، لان باش وقعوا في هذا الخطا التقني بحال هكا. وحنايا عندنا في المقاطعات في مجلس المدينه تعرفوا بان هناك طاقات كبيره وقادره انها وعمر ما طاحت في هذه المساله هذه، وقعت الا في التجربه هذه، وانا نقدر نسميها وهي تصفيه حسابات داخليه بيناتهم هما. شي واحد يقول بان لا مخرج من لتجاوز هذه الاعطاب ديال على مستوى التسيير الدار البيضاء ولا المدن الكبرى هو تعديل القانون التنظيمي المنظم للجامعات الترابيه، واش تتفق مع هذا؟ اكيد، خاصه ان الان يتفتح نقاش حول هذا القانون لان كاينه واحد الفسحه زمنيه على الانتخابات المقبله. واكيد الظروف جاء القانون المنظم للجامعات ومقاطعات والقوانين الاخرى للجهات ولا جات في واحد الظرفيه معينه. الان ثبت بالملموس ان هناك ضروره الهيه من تعديل هذا القانون هذا، خاص الاحزاب يجلسوا في البرلمان انهم يشوفوا قوانين اللي غتخدم المصلحه ديال الساكنه. وضع الساكنه ما خاصهاش تكون عندنا نظامات رئاسيه، خاص يكون اللي كنهضروا بالتشاركيه وكنقولوا لا مركزيه، لا مركزيه ما هي ما كتنعكسنا في هذا القانون هنا. هنا عندنا مركزيه القرار. لا يعقل اننا مثلا نلقاو رئيس كله يدير ما بغى، وبالتالي ما الدور ديال المكتب. دور المكتب هو انه يساعده في العمل ديالو وكذا، ويتحمل حتى المسؤوليه ديال القرارات اللي كياخذ وفق واحد البرنامج ويتفق حوله. هذه المسائل ما كايناش في جميع المقاطعات، كاينه انفراديه في العمل. اللهم الا كانت شي عمليه ديال التنسيق وكذا، حنا حال في سيدي بليوط ان كان عندنا صراع اولي في هذا الجانب هذا، قله معرفه في الامر، واستطعنا اننا تدخلات حزبيه باش اننا نحاولوا نرجعوا الامور لا لشيء الا لخدمه الساكنه، لان حنايا مصاريعنا ما عندناش فيها مشكل، ولكن مسائل الساكنه كتعطل. اشنو خاصنا؟ خاصنا اننا نطريتو ونجلسو، هذا هو اللي كنسعوا له جميع، وسيرتو ان اللي تيروج بان هناك مشاكل كبيره، الا جلسنا في الطاوله وشفنا غنلقاو بان المشكل واهي ما كاينش اصلا مشاكل، كاين خلق مشاكل، كاين ديفو بروبليم اللي تيبغيو يحطوها بعض الناس باش تبقى مسائل عايشين في واحد الدوامه. حنا تنعرفوا شكون هما هاد الناس هادو، وغالبا غالبا غالبا الناس اللي خارج من المجلس ما عندهم علاقه، ما همش مستشارين الدرجه الاولى، الا كان واحد فئه قليله اللي بغات تخدم مصالح ديالها الخاصه كنقولوا لهم مصالح خاصه ما كايناش الان. إلا غتعطيو يد الله مرحبا، إلا كنا غادي نخدموا ونديروا بالبالة فراه الواحد الخاسر هو السكير. الركراكي المدرب المنتخب الوطني كان دائما يستعمل واحد الكلمة تاع النية، ما تشوفش هاد النية خاصها تكون حاضرة في أي عمل بالنسبة لتدبير جميع المؤسسات؟ لا لا، جميع المؤسسات ما خاصش سميتها النية، خاصها برامج متفق حولها. النية في العمل هذا هو المقصود ديالو، هو راه العمل خاص تكون عندك الرغبه، تكون عندك فعلا النيه في العمل، متفق معك، تكون عندك الحب ديال المساله اللي حاط فيها، ماشي تحط الامور تقول خلي الناس يديروا، لا ديك النيه اللي دار الركراكي ماشي هي النيه اللي كنهضروا عليها حنا. واكبر دليل على ان اش النيه تاع الركراكي ما طلعش في هذا الشيء تاع الجماعات، لا ما يجيش يفوت حتى الدور الاول غيبقى فيه، الا دوز الركراكي يبقى في الدور الاول مع الشيء ديال التسيير، يعني التسيير الجماعي والمجالس. ما بقوش ما يمكنش نهضروا على السيد بليوط ما نهضروش على الدور الاهلي السقوط في هذه المنطقه هذه، خاصه دابا الامطار والشا والناس تما كاين عايشين واحد الحاله الهلع وكذا. اشنو الحوايج اللي دارت هذه المقاطعه من اجل يعني تخفيف هذا الحجم تاع المخاوف تاع الناس؟ نامنوا بواحد الفكره هو ان هذا الملف هذا طوال حتى خسر، حتى ما بقاش خاصو، حتى الا طرات فيه شي حاجه ولات مسائل عاديه، كنعرفوا بان وقعوا كوارث كثيره وفيها وفيات وفيها كذا، واش باقي شي واحد كيتفكرهم؟ لا، مابقاش واحد كيتفكرهم. اذا الان خاص واحد الاراده حقيقيه، انا كنقول من هذه المربده هناك خاص تدخل ديال جلاله الملك باش يحل هذا المشكل هذا، لان عندنا في المدينه وفي سيدي بليوط عندنا جوج ديال البرامج، كاين برنامج داخل السور، برنامج خارج السور. البرنامج اللي خارج السور
يعني المدة ديالته باش راه كانوا دراري ما تولدوش كاع ما كاينينش، ودابا الان كيطالبوا بالسكن ديالهم وكبروا وتزوجوا. اذا الحل ديالو خصو يكون واحد الحل تشاركي، ماهوش في هذه المؤسسات اللي كتسير دابا، لان هذه المؤسسات تبدات بان فشلات في هذا الجانب هذا، خصوصا ان باقيين في بلاصنا كنشوفوا بيوت، ماشي بيوت، كنشوفوا بحال شي خراب ولا خرجنا بشي حرب وكنشوفوا هذه المسائل هذه. الان خصنا نتعاملوا بواحد المسؤوليه كاملين، لا سلطه ولا منتخبون ولا مؤسسات. لا يعقل ان هذا يعني نجيو والناس باغا تسكن وما موفرينش لهم السكن، والسكن واحد الحق، والحقوق ديال الانسان خصو الانسان. ولا نشدوا واحد كان هنايا وكيخدم هنايا وعاش هنا وتيقرا هنايا ونشدوه نحطوه في مدينه اخرى ولا في شي ضاحيه من الضواحي اللي ما فيهاش حتى الحد الادنى من الانسانيه. باقي كنهضروا على كرويله، الا بغى يمشي كرويله، حنا في 2022 وكنهضروا على كرويله باش يمشي للسكن ديالو. بطبيعه الحال يفضل انه يموت تحت الركام على انه يمشي لديك البلاصه، ورغم ذلك فبغاو يمشيوا لهذا الجانب هذا على اثر الكرامه ديال وليداتهم وكذا، ولكن ما لقاوش. اذا ما عرفش انايا كيفاش خاصو يتعاملوا، باش يتعاملوا خاص سيدنا يتدخل ودار شي مؤسسه تكون صارمه تحل المشكل بشكل جذري، ماشي بشكل جزئي ونعطي ولادو بقينا كنحلوا بشكل جزئي. ما استفدوش الناس، وكاين اللي استفد سكون 3 شهور وسكون. يعني بالنسبه لك خاص تكون واحد معالجه جديده لهذا الملف تاع المعالجه الجديده. الطريقه اللي كاينه دابا ما خداماتش، بس بدو معالجه جديده لهذا الملف هذا، ويسكنوا الناس دقه واحده. والمنطقه انا مع العلم ان المنطقة ديال المدينة ملي كنخويوها سؤال بسيط، شحال داير السومة الثمن ديال الأرض هنا، وشحال داير السومة ديال الأرض اللي كنعطيوها لهم، وكنطلبوا من عاوتاني من المواطن أنه يزيد يخلص الفلوس. يعني شوية ديال الإنسانية، الدولة فعلا خاصها تدخل تجبد من ميزانيتها تعطيه، ماشي أنها تاخذ مع المواطن. والمنطقة كنقولوا بأن خاص المنطقة اللي ساكنة فيها عاودوا نشدوا ديك المنطقة ونجهزوها ونأهلوها ونسكنوا فيها هذوك الناس، على زعما واش ما يستاهلوش. نفس الشيء داخل الصور، فداخل الصور فكنعرفوا بان هناك واحد المد كبير ديال كنسميوه حنايا ديال البنايه، لانه جاوا ويحتلوا مجموعه من البقاع والمساكين، الاعتبارات ان المنطقه سياحيه وغتكون سياحيه وعندها واحد الاهتمام، وتحطت فيها واحد المبالغ كبيره. هاد المبالغ الكبيره اللي تحطات فاش وكان هو مشروع ملكي، ما داش باش يتعطى للبراني، تعطى للساكنه، والساكنه كانت واحد الجزء من هذا البرنامج هذا. فلا يعقل اننا نخويو عندنا منطقه المدينه بساكنتها ونجهزوا يعني فضاءات اخرى ونعطيوها، ولا نجمدوا فضاءات اللي كان المفروض انها تكون كنستافدوا منها كفضاء ديال الاجيال، كفضاء ديال الثقافه، كصناعة تقليدية اللي تتعطى للناس اللي ما عندوش علاقة بالساكنة. دونك هنا كاين مشاكل كبيرة خاصة التدخل، تدخل ملكي في هذا الجانب. سي جواد شكرا جزيلا على قبول الدعوة. شكرا متابعي قناة الفاس بريس، إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي.